سلسلة جديدة من سلسلة الأغذية الصحية، الحلقة الرابعة. اليوم راح نحكي عن أهم المواضيع اللي بتحبوها أنتوا. بعرف حلقتنا اليوم راح تكون، ومعي ضيف أنا اليوم، عن الشراب الأخضر، شراب الأمراء، شراب السحري اللي بدكم تسموه. اليوم حديثنا حيكون عن الكرفس والبقدونس، الشراب الأخضر. راح نحكي عنه بالتفصيل، شو الفوائد، كيف تعملوه بهالفيديو. بس بداية يا جماعة، لايك لهالفيديو، واللي مش مشترك في القناة يشترك، واللي حابب ينضم لبرامج الجدات المجانية أو الخاصة كل التفاصيل موجودة بالوصف. أول شيء يا جماعة بدنا نبلش بالمهم، العصير السحري، عصير الكرفس والبقدونس، تمام؟ يمكن سمعنا عنه كثير الفترات الماضية، والعصير الأخضر وهاي الأمور، تمام؟ فحبيت أعمل لكم حلقة صغيرة عنه. أول شيء يا جماعة، إحنا بنحكي عن الكرفس والبقدونس، تمام؟ بنحكي عن أشياء طبيعية، منتج يعني مش منتج من صنع الإنسان، هو شيء خلقه الله تعالى، فأكيد في فوائد كبيرة. أي شيء أخضر يا جماعة، خضروات الخضرة كلها بلا استثناء فوائدها جدا جدا عالية وضمن احتياجنا. لما نحكي اليوم عن شراب الكرفس والبقدونس، احنا قبل ما نحكي عن موضوع التنحيف وشو بيعمل لنا، عم نحكي عن فوائد عظيمة يا جماعة، فيتامينات لا تعد ولا تحصى موجودة بهالشراب، معادن كمان لا تعد ولا تحصى موجودة بهالشراب، نسبة مي موجودة بالكرفس جدا عالية بتفيدنا في الكلى، البشرة، كل هاي الأمور كمان جدا جدا عالية. فاحنا بنحكي عن مشروب سحري طبيعي لا يدخل الانسان في صنعه ابدا، لا مضاف لمواد كيماويه ولا اي شيء ممكن تتوقعوه انه يضاف. انتم بتعملوه في البيت بطريقه سهله، هسه حتشوفوها، راح تتناولوها 3 لـ4 مرات في الاسبوع. ندخل بالتفصيل على طول يا جماعه. نعرف اول شيء الكرفس شو الفائده من عنده، يعني شو بيعطينا اضافه لما نستخدمه او نضيفه للعصير تبعنا. الكرفس يا جماعة مادة غذائية خرافية، تمام؟ أول شيء منخفض السعرات الحرارية بشكل كثير كبير، ثاني شيء فيها فيتامينات جدا عالية زي فيتامين A، فيتامين K، وكمان يا جماعة فيها نسبة جدا ممتازة من البوتاسيوم ومن الصوديوم، ومنخفض زي ما حكينا السعرات الحرارية. بس هيك يا عمار؟ لا، لسه في كمان الفوائد كمان ما بتخلص، لأنه الكرفس يا جماعة فيه ألياف جدا جدا عالية ومواد مضادة للأكسدة وللالتهابات ومفيدة جدا للجهاز الهضمي. هذا بالنسبة للكرفس. نروح للبقدونس طبعا ونشوف شو الفوائد اللي بنحكي عنها. كمان يا جماعة البقدونس فيه فوائد عظيمة جدا، لأنه فيه كمان فيتامين E، فيتامين K كمان، والمعادن الموجودة طبعا مضادة للأكسدة أيضا، سعرات حرارية منخفضة، ممتاز جدا، مدر للبول، يعني بطلع السوائل المحتبسة بالجسم بشكل كثير كبير. لما تتعود تشربوه راح تشوفوا فرق على الوزن بشكل كثير فظيع. ممكن تضيفه على العصير، يعني أنا العصير اللي جهزته هو كرفس وبقدونس، بس في ناس بتحب تعمل له اضافه اللي هو تضيف ليمون عليه، نص حبه تفاح اخضر، خيار، خس، ممكن زي ما انتم بتحبوا، ولكن انا بفضل الساده، يعني الاساس اللي هو الكرفس والبقدونس فقط. هلا في ناس بتحب الاضافات تضيفه الاشياء اللي حكينا عنها، ما في مشكله. خلينا نشوف طريقه الاستعمال او كيف جهزته هذا المشروب ونرجع نكمل. طبعا ضفنا البقدونس، طبعا بعد ما غسلناها ونظفناها وكل هاي الامور، طبعا بنضيف بعديها الكرفس، كل هذا الحكي بالخلاط. ممكن تضيفوا طبعا الليمون، طبعا شوية مية ضفت، ممكن زي ما حكينا نضيف الليمون، تضيفوا الزنجبيل، ممكن تضيفوا تفاح أخضر، خيار، خس، زي ما أنتوا بتحبوا. طبعا هذا القوام بعد ما خلطناه كويس. أنا بحب الشراب دائما يكون فقط كرفس وبقدونس، في ناس بتحب تضيف الإضافات، ما في مشكلة. وهيك بنكون جهزنا العصير تبعنا. ما تتوقعوا الطعم يكون واو عشان نكون عارفين، ولكن احنا بهمنا الفائدة تبعته. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الطعم مقبول، مستصاغ، تمام، ولكن فوائده جدا جدا عالية. جربوا هالمشروب 3 أيام في الأسبوع أو 4 أيام في الأسبوع، شوفوا وزنكم، بشرتكم، الكلى، حياتكم كلها راح تتغير فعليا من هذا المشروب الأخضر. وادعوا لي يا جماعة. هاي كانت الحلقة الرابعة من سلسلة الأغذية الصحية. نشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة بكرة. دائما وأبدا احنا أقوى ناس في العالم. السلام عليكم.